من على شواطئ العالمين الجديدة، النجمة الشابة نهى عبدين. الحلقة دي أنا خايفة منها. في حد النجوم مع سالي عبد السلام. هنتكلم في كل حاجة، هنتكلم عن الفن، الحب، الصداقة، عن كل حاجة من غير أي خطوط حمراء ولا حسابات. لقاء الأسرار والكواليس. أنا هقول على سر. الاعترافات والحكايات. أنتي بتسأليني أسئلة غريبة يا سالي. تفاصيل مشوارها الفني من معهد الفنون المسرحية إلى صدارة الترند. أنا أحب البني آدم يبقى أيوة قولي الحياة دعي دغري بقى أيوة درس اللي بيعمل. كيف غير الفنان يحيى الفخراني مسيرتها الفنية؟ نصحني بإيه الراجل؟ نصحني إن أنا أخس ومعاه حق، وأنا بعترف إنه معاه حق. وما الدور الذي صنع نجوميتها؟ ولماذا لجأت إلى عيادات الطب النفسي؟ الصحة النفسية ده أنا بالنسبة لي مهم جداً جداً. وكيف ضحت بكل شيء من أجل الأمومة؟ بقولك بيربيني. أيوة أنا بيربيني. بيربيني. حد النجوم. شكراً للقناة الأولى. مع سالي عبد السلام. يا سالي يا نوه هتيجي دغري وسكة زي ما بيقولوا. الأحد 10 مساءً على قناة مصر الأولى.